سوق بأمان اي تي ان بتقدم لك بطاقة اوتو بلان، برنامج التأمين الجديد والفريد على السيارات السياحية الخصوصية. أي مشترك على الأراضي اللبنانية عنده سيارة خاصة مأمنة له حق الاستفادة من بطاقة اوتو بلان. في حالة تعرض لحادث سير، بطاقة اوتو بلان بتخولك تستلم فورا سيارة بديلة عن سيارتك المتضررة أو تاكسي للانتقال مع العيلة للبيت. مع اي تي ان صحتك بأمان. 03-546-444-70-546-444. لتكون مشاكل الانشورنس ما بتخلص، ودايما بيكون في هيك بعض اللغط ببعض الاحيان او عدم فهم لنقاط محدده بالتامينات. منشان هيك اليوم السيد توني نصور معنا لحتى يفسر لنا ويشرح لنا اكثر عن هالمواضيع. صباح الخير. يسعد الصباح توني. حضرتك مدير عام شركه اي تي ان لوسطاء ومستشارو التامين. دايما بنفصل موضوع معين، اليوم رح نحكي عن بعض هيك الاستثناءات اذا فينا نقول، او الحالات اللي يلي مش كتير بتكون مفهومة، بيحكوا عنها الناس، بيصير فيها لغط وبتصير في مشاكل من وراء سوء تفاهم معين. والتأمين ما في مشاكل، بس في يمكن مثل ما قلتي سوء فهم. صح صح. او المتابعة، يعني نحن مش عم نحكي اكيد عن شركة معينة، نحن عم نحكي بشكل عام. ايه طبعا. كيف بيصير في بعض النقط يلي في عليها هيك نقطة استفهام، اليوم رح منجرب نجاوب عليها. العقم معترف فيه ولا مش معترف فيه بشرك؟ أو شو العقم؟ من حالة استشفائية هذه؟ العقم هذه حالة من عند الله، الإنسان بيقدر ينجب، إنجاب أولاد أو أطفال أو لا. هلأ إلى معالجات، الناس العلم عم بيطورها تيقدر هالكابل هولي وتتزوجوا يكون عندهم، هو نتيجة الزواج تكون في عائلة ويكون في أولاد. صح. بقى صار العقم هو شيء مهم. طبعا العقم بده طبيب وبده مستشفى وبده كل هالأمور هيدي. عم نحاول نحن بكون منا حالة استشفائية ولكن حالة إنسانية للعائلة إنه يدخل موضوع العقم. بس طبعا بعد ما حدا، لأنه أيام تتوصل إلى مبالغ كتير كبيرة، عم بيعطوا مبالغ محدودة مساعداتي. بده تفهم الناس منا إلزامي بالتأمين الصحي، ولكن هي مثل ما بسموها مساعدة بطريقة غير مباشرة تهل العائلة، يكون الكابل هاد زوجين يكون عندهم أولاد. بيعطوا حدود 1000-1500، منهم 2000 منهم 3000. بس صارت شوي شوي يمكن مع الأيام، بس يتطور العلم أكثر وبتصير أسهل ومفهومي، بيكبروا الحدود التغطية أكثر. لانه نحن بنعرف انه هالعلاجات مكلفه ومكلفه جدا. صحيح صحيح. يعني من نحن عم نعطي حدود تغطيه، بس نحن وين المهم ايام بنلاقي بعض المشاكل بيعز علينا هالانسان هو عم بيعبي طلبه ويخبرنا عنه تنقدر نحن نذكرها وندخلها. لان اذا ما انذكرت او ما اخطر عنا نحن ما بنقدر نعرف، بتجي بالرفض. وقت ما بيذكرها بنحطها بالطلب، بنحط له حدود تغطية عليها، بتصير تلقائي البطاقة بتشتغل على الحدود اللي متفق طبعاً عليها. طبعا طبعا. في كمان شيء بحوادث السير اسمه استئصال البدائل. هيدا ممكن يكون مع شركة كانت قبل بوقت الحادث ورجعت تغيرت الشركة، وكمان هالسوء التفاهم يلي ممكن يصير. كيف حلول هالموضوع؟ أي شركة بتعترف باستئصال بدائل؟ شو هو استئصال بدائل؟ بدي أقول لك شوي هون، في هي شقين بطريقة. إذا كان مأمن مع شركة تانية وقلب بالبيت وتطبب على البطاقة وكمل تأمينه بشركة تانية وعنده الاستمرارية وتغطية مغطاية، بس وين هون عم بصير اللغط؟ سؤالك كتير جيد. هو يبقى الواحد قالب بالشغل أو حادث سيارة وتطبب على حساب التأمين، ولكن على تحت بوليصة السيارة. صحيح. بيجي بعد سنة سنتين تخلص بوليصة السيارة، بكون هني عملوا له، بيجي بياخد تأمين صحي، بيجي على الشركة بيقول لهم عندي صيغ بدي شيله أو البراغي، بتعرفي ما بقول لي هالبدائل الاصطناعية واحد بحطها من جراء الكسر. بروتز. هون التأمين إذا مز أول شيء بده يذكر بالطلب، إذا مز ذكرها بيقولوا له أنت ما كنت قايل عنا قبل ومنك قايلنا. هيدا بصير خطأ أو false declaration، أنه تصريح خاطئ. اثنين، إذا كان هو عاملها من قبل ويصرح عنا، ربما التأمين بيقول له أو بدك هيدي follow up، متابعة على بوليسة السيارة محل ما عملت، وهني لازم يتابعوا لك يا أو لازم تحجزها. وأنا بقول لك كل واحد بفوت بحيد السيارة وبيحط
بدائل اصطناعية أو أي مشاكل من جراء حادث السيارة، ما يمضي تنازل بالمطلق، يمضي أنه حتى بالمستقبل إذا في شيء من جراء هالاستشفاء أو من جراء الحادث، الشركة نفسها بتضل متكفلة متابعة ينهيها، لأن هي المتابعة. هلا اذا اجى لعنا او اذا في عطل دايم كمان وكل شيء بده يطالب فيه بس اذا اجى لعنا لسبب من الاسباب سنه سنتين وما اجت على باله، بده يذكرها بالطلب، واذا بده يذكرها بالطلب نعطي له موافقه سبجكت يرجع يعطينا المستندات الحادث، وهيدي لازم المنتسب او المؤمن ينتبه يترك هالدوكيمنت معه، يترك تقرير الخبير والشرطه والأطباء الطبيب الشرعي بس يجي يتركهم معه. ليش؟ تنرجع وبوليس التأمين بوقتها تنحنا أو نخدهم منه تنرجع فيها ريكافري مطالبة على الشركة المسؤولة، أو منا نقول له نحن رح نعمل لك إياها بس بدك تتبعها بواسطتنا مع الشركة تنحصل نرجع المبلغ. معناتها في شيء بدنا نتواصل بيننا وبينه، هو لازم يكون واعي على الأمر وما يعملوا ما يروحوا المستندات تنقدر نتبعها. صحيح. وإلا بيجي الرافض. هو إلا ما بيعود يمشي الحال لأنه بدنا شيء مستند، لأن هذا حالة سابقة بحادث سيارة نحن مش مسؤولين عنه. طبعاً. ندخل هون اللي عم بيصير أيام بيزعل وبيقول أنا شاري تأمين صحي، وكعيني أنت شاري مزبوط بس مش شاري شيء بالمطلق وقت ما عرفت كيف في شيء. نعم. بدنا يعرف أنه عنده هو واجبته ونحن عنا واجبات، نحن بدنا نساعد بالواجبات بس يكون هو حاضر يكون عنده هالمساعدة والمستندة. بما أنه ذكرت الطوارئ بالعمل، طوارئ العمل كمان يعني أوقات بيصير في حادث بداخل العمل، في ناس بتغطي وناس لا، كمان هيدا الشيء لازم يكون يمكن موضح ومذكور ببوليسة التأمين، ما هيك؟ طبعا. لكن أول شيء كمان هيدي هي فولو أب للكلام اللي عم نقوله من قبل بس من زاوية تانية اللي هو العمل. هوني كانت سيارة، هوني صار حقبة العمل، فترة العمل. أول شيء العمال والعمالة والشغل إنه وقت ما أنت بتستخدمي ناس إجباري تكون عندك تأمين لهم بالقانون، القانون اللبناني بيفرض إنك تأمنيهم طبعا. اليوم أي حادث بيصير بخلال العمل ومنك مأمنتي هالإنسان وبده يستعمل البطاقة، هالبطاقة بده شركة التأمين إذا بدها تساعده بتقول له أوكي رح نساعدك، بس بدها ترجع تشوف مين المسؤول عن الحادث. إذا رب العمل بدها العنوان وشو السبب وشو عم بيعمل، بده يعمل تصريح تيرجعوا لرب العمل. ليش؟ لأنه بيطببوه لهالإنسان، لأنه هي جاية مش نتيجة استشفى أو نتيجة حادث كان عم بشم الهواء أنه يوم عطلي، لا، كان بخلال دوام عمل اللي مسؤول عنه رب العمل. هون بحق الجهة المصدرة ترجع لرب العمل والطالب بهالمبالغ اللي دفعته عن هالمستخدم عنده اللي صارت نتيجة العمل تبعه. هون كل واحد بده يعرف أنه مش أنه التأمين خلص أخده مثل ما بيقولوا تشيك على بياض، لا، تأمين بده يساعده هو تشيك بس كمان. بالوقت نفسه في مسؤوليات وفي محل بدنا نروح نجيب المبالغ اللي نحن بدنا نتعوض فيها. نعم. لأنه التأمين بيقوم دائما على تعويض من أي محل، مين المسؤول بده يروح يطالبه فيه. صحيح. من طبيعيات هيدا الشيء ما أنه إجباري سيد نصور بالشراك بالمهن أنه يكون في تأمين عمل إلزامي على الموظفين وتحديدا على العمال يلي بيشتغلوا يمكن بالورش أو بحرفة يدوية ممكن تضرهم. صحيح. لكن هو الإلزامية موجودة بالقانون، طوارئ العمل والقانون اللي عملته الدولة اللي هو مرسوم 136 هيدا إلزامي. بس الإلزامية اللي موجودة ما في شيء القانون رادع أنه بيقول له ما فيك تستخدم إلا ما يكون عندك تأمين. العمل اللي عم بيقوموا فيه الناس كل هلا أنت بتجيب الناس بيشتغلوا عندك بالبيت ما بتسألي إذا عنده تأمين ولا أنت عم بتأمني. ما أنت صار التأمين له، لأن هيدا أشياء بتكون مؤقتة. لو كانت مؤقتة أنت بتجيبي واحد يعمل لك أي شغل، لو كان الشغل ساعة، لو جبتي كهربجي أو سنجري أو أي واحد يعمل الشغل وصابوا شيء عندك صايرة بالبيت صايرة. مسؤوليتك ما أنت هيدا ما فيك تتهربي فيها. هلا أو بدك تقلي له بدي منك تعطيني انك انت مأمن وعم مسؤوليتك، او بدك تقولي له والله اذا معيشك 20 خذ 25 في 5 للتأمين بس مضيلي، او انت اشتري للتأمين. في كل انسان انا بقدر
يشتري تأمين اسمه طوارئ عمل تيشتغلوا بالبيت عندهم لو دفعت $50 بالسنة، ما هي شيء مش حق، ولكن بتكون على القليل بروتكشن وانت متماشي مع القانون، لان انت ما بتعرفي هالانسان مأمن او يمكن اللي كان مأمن ومش مأمن. مزبوط، بدنا نشوف وثيقه دائما. بس صابوا شيء عندك انت بتروحي على المحكمه تقولي قال لي اني مأمن، قال لي وقلت له مش رح تفيدك، معناتها بدك ترجعي للقانون، القانون بده يعاقبك لان صار الحادث عندك بالبيت، بدك تدفعي. بقى من الافضل انه نكون نحن متاكدين من من المستندات والعمل بين بعضنا، التواصل يكون صحيح. نعم، ونفس الشيء بالرياضة كمان، إنه الرياضة هي أو حوادث الرياضة هي داخلة بالاستشفاء بالتأمين الصحي ولا بده يكون عندها تأمين لحالة؟ لكن الرياضة في نوعين، في رياضة بسموها هوبي، والله أنا هواية بعد عم بلعب أنا والجيران أو على البحر هيك، وفي منهم لا اللاعبين بيلعبوا بالنوادي. لا هون صار في شيء، صرت محترف، بس كون ادخل النوادي وعم بلعب مع النوادي محترف. وقت ما بتروحي على الاحتراف في تأمين خاص بدك تذكريها، واذا كان عندك الهوايه لسبب والله بلعب تنس هيك، من الافضل تنذكر بطلب التأمين، لانه كل شيء او بعمل سكي، في عندك ناس بيروحوا يعملوا مسابقات عالميه بسكي لهم تأمين خاص، وبتطلع هون عنا عجبال لبنان الحلوه بتعمل سكي بالشتاء، هذا هيك بتروحي سبتح بتخلي ولادك بتسليهم، هذا صفة كمان شيء تاني بدها تنذكر انه نحن عنا الهوبي او عنا الاحتراف. الاحتراف بده تأمين خصوصي. بس يعني هون قديش شغلة دقيقة، وهون مثل ما كمان دايما بتقول وبتذكر انه لازم يكون في مصداقية ولازم يكون في شفافية لما منكون عم نعبي طلب تأمين، لانه فيهم يمكن بكل بساطة يقولوا نحن هيدي هوبي بالنسبة لنا لما يعملوا تأمين تاني محدد للرياضة. لك انا اللي بطلبه بنطلب من الناس شو ما كان مع الحادث، اخذت نهار رح تنعرف تنجل الحقيقه وتنعرف انه انا اجاني واحد قال لي كسر اجره هو بالبيت، بس هو كان عم بيلعب فوتبول او باسكت وريفر. نحن بنقبل يقول لي والله عم بلعب باسكت وصارت، بقول له اهلا، بالعكس انا لي بنفتخر نعالجه ويرجع يلعب على الملعب ويتقدم اكثر. انا اللي بقوله انه هي مهمه كثير، ما فينا نتخبى كثير، وبالوقت نفسه يذكروها. نعم. يقول انا والله بلعب بفريق فلان، نحن بنطببه بالبطاقه وبنرجع على النادي، لانه النادي لازم كمان عنده مسؤوليه، لازم عنده مسؤوليه. نحن دائما بنقول اعطيه المساعده رح بتكون موجوده، مش رح نترك الناس، وهي الطريقه نفسر له اياها يتقبلها منا، مش يفكر انه انا او عم بربح جميلي او انا بدي ارفضه، لا يخبرني بس لقي طريقه اقدر ساعده ولقي طريقه نقدر نجيب المبالغ. نعم. المسؤول اللي مندفعه. في نقطة بعد هيك كمان عبالي إنه نستفسر منك اليوم. عبالي كتير إنه أعرفها، لأن هيدي أكتر بفتكر نقطة عليها مشاكل بحوادث السير، نسب المسؤولية. حوادث السير 20% و30% و70% و50%، طيب أخذنا حصة، والحصة الباقية من وين؟ لك أنا إذا بدك تجيني هذا القانون بلبنان ما في شيء اسمه 30 و40 و50، أو متسبب أو متضرر، معروفة بالعالم. إذا من باب السيارة الأمامي ولا قدام دائما الحق على الأولاني، ومن باب السيارة ولا وراء الحق على الخلفاني. بس أنا بقدر أقول بالمطلق، لأنه هيدي خلقت مجاملات ومشاكل بلبنان، أنا بقول في متسبب، في الكبرى والصغرى. من شو ما كانت سبب، اللي عليه المسؤولية الكبرى هو عليه يطبب كل الناس، وبعدين الشركات تتصافى بين بعض. ما يقعدوا ينطروا ويقول له 30 و40 و70 و20، أنا هيدي ضدها، وإن شاء الله بيقدروا يلحظوها. ما بعرف إنه شو السبب خلقوها هالخبرة عنا 20 و30 و40، ما فهمت فيها. وإذا صاحبه ولا نحن كمان بنزل له بيطلع له إنه صار مثل درجة الحرارة، اللي أنا ضد هالتفكير هيدا طبعا ومش معه. يعني إذا حضرتك مش فهمين كيف هالمواطن المعتر، اختصرت لنا إياها بمختصر مفيد. أنا مني مع هالقصة النسب. نعم. أو متسبب أو متضرر، وإذا بدهم بيضلوا ماشيين بتعرف الإنسان بيتقدم، وبدهم ضلوا ماشيين بالفكره، هو ايفر على المسؤوليه الكبرى لازم يطبب الكل وبعدين بيفرجها الله. بدي اشكر حضرتك على هالتوضيحات المهمه كثير اللي اعطيتنا اياها، اكيد بحلقات مقبله ممكن نفصل اشياء ثانيه حسب طلبات المواطنين كمان. شكرا لوجودك معنا استاذ توني نصور، حضرتك مدير عام شركه ITN لمستشارو وسطاء التامين. رح ناخذ بريك ومنتابع مع كونكتد.
برنامج الحوادث الشخصية من ITN بغطي الحوادث خلال العمل أو السفر أو إجازات الراحة والاستجمام في لبنان وحول العالم. تعويض $150,000 أمريكي ابتداء من $10 شهرياً. جهاز إداري 24/24. مع برنامج الحوادث الشخصية من ITN عيش الصحة والأمان. 03-546-44-444-70-500